شفتوا لي بدايه الفقره البريئين ذولي؟ والله ان كويسين مره. طيب اعطوني المثقف جدا عضو فرقه اثراء وجلسه اثراء نايف الحزيمي. نايف ما شاء الله يقول حاضر الشباب بكتابك. اهلين استاذي. نعم ما اقدر استغني عنه الصراحه استاذ سعود. سؤال يا نايف. امسي عليك وامسي على قدوتي استاذ فهد معيان بالخير، تفضل. قدوتي؟ نعم صحيح. قدوه من؟ قدوتي قدوه بهاج للامانه. هو اللي من هو؟ يوجهنا عائض. لحظه يا نايف بفهم منك يعني. سم. قدوه من؟ قدوتي انا ولا قدوه من؟ لا قدوتي انا. قدوتك انت يا نايف؟ نعم. ما اظن. ليش؟ لان المثقف ما يعطي خويه كف. صح. فهد معيان ما يضرب كف، يمكن فهد يضرب باللسان. صدقت. متى الانسان يمد يده يا مثقف؟ اقرا من الكتاب. في اي صفحه؟ قل لا اله الله. سم. في اي صفحه يسمح للرجل ان يضرب رجل كف؟ صدقت. قل لا اله الا الله. او يلطمه على وجهه. الرسول يا نايف، خلينا نشوف مقطع. اللهم صل وسلم عليه. خلينا نشوف مقطع، واتمنى انك تنزل الكتاب لانه مو مجال تندر. طيب ابشر. ينزل الكتاب. الله يعطيك العافيه. اعطونا المقطع يا جماعه الخير، لانه مقطع مستفز جدا امانه اللي بتشوفونه الان على الشاشه. حيم بيض على وجهك. الله العظيم. الله العظيم. الله العظيم. يا سعود يفتك. ابر حيم بيض على وجهك. الله العظيم. الله العظيم. الله العظيم. طيب ماني بحاجه تسمع تبرير يا نايف، لان المنظر على الشاشه. لا شوف، لا تناديني وتقول ماني بحاجه اسمع تبرير. قول اسمع الله. اسمع تبرير. انا اقول اني مخطي. اسمعني، انا مخطي وانا معك. لو تعاتبني اكثر والله الحق معك. ايه؟ انا ما تاخذني العزه بالاثم اولا واخيرا. ثاني شيء نواف والله نهداريني بينادوني عشان الشغله دي، قال بجي معك، قلت له لا تجي، الدعوه ما تستحق، احنا اكبر من ذلك. لكن تصرفي للامانه كان مخطئ جدا. حلو. انا بيني وبين نواف مقالب، حتى لو تكمل المقطع ضميته وتحسفت والله انها اكلتني في قلبي لها الحين على نواف. حلو. نواف ولا غيره. نايف. نعم. تجرؤك يعني خليني اكون سريع. كانت يعني بدايه الفقره اللي يفوز يعطي كف، اقسم بالله لو انا فايز علي اللي يعطيني وانا اضحك وامشي. لا نايف. انتم ما انتم جايين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يا نايف. الرسول نهى عن ضرب الدابه او لطمها على وجهها. وكذلك قال في البخاري ما اسلم وفي كتاب بلوغ المرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليتقي الوجه. ايش في القتال؟ في الحرب. القتال في الحرب. القتال اذا قاتل احدكم فليتقي الوجه، ولا يجوز ضرب الوجه للصديق او للولد او للخادم او للزوجه او لاي او حتى للدابه، الولد صديقك لاي شخص. صدقت. لكن لا يجوز ضرب الوجه لا في مزح ولا في جد. الوجه هو الشرف للانسان، الوجه هو الحاجه المقدسه في جسم الانسان. اتمنى تنتبه لهذه المقطع. كلامك صحيح، انا معك والله العظيم نقول الصادق، معك يا ابو معيان ومع سعود ومع كل من وجه لي نفس الكلمه هذه. صح اني مخطي ما اقول لك لا، لكن احنا شباب ونمزح، وانت عارف يا فهد ويا سعود اعطونا الجد اللي عندكم، ان الشباب يمزحون اكثر من كذا، صح ولا لا؟ بس مو على الوجه يا نايف. ها انا مخطي والله العظيم، تحسب حتى لو تكمل المقطع انا عارف اني مخطي، وتعذر النواف، ونواف حتى جيت تعذرت منه ما قبل تعذر، يقول احنا اكبر من الشيء هذا، صح ولا لا؟ لكن مو مسألة اعتذار نايف، هي مسألة انه توجيه الان خطأ. لا تعرضوا المقطع والله مستفز. اللي سويته انا عارف خطأ، لكن اللي بيني وبين نواف اكبر، وهو لو انه ضاربني والله ما والله العظيم اقسم لو كان غير بسيطة. نواف بتمد يدك؟ لو كان ايش؟ لو كان غير نواف امون عليه؟ هل في ناس ما تمون عليهم في المنتجع؟ لا دقيقة، في كل علاقة لها حدود. انا اخوان كلكم. انا علاقتي معك فهد علاقتي معك سعود. سعود ابو عبد الله. سعود سمع. هل علاقتي معك نفس ذا؟ في ناس امزح معهم، في ناس تقبلهم، في ناس ما تقبل، صح ولا لا؟ يعني في ناس تقصد ما تتقبلهم بشكل عام، ما هو في المنتجع، انا اكلمك في الحياه كلها. لا 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 لا، احنا الان يا نايف المزح يا ابو نايف، انا ما جبتك هنا اتكلم عن حياتك الشخصيه وحياتك خارج، ولا اتكلم معك كنايف المثقف، انا اتكلم مع نايف المتسابق اللي من ضمن 21 متسابق. اي نعم. هل لو كان غير نايف الحزيمي بتمد يدك؟ الخطا ما يتكرر عمرك، هذا اذا كان هذا هو خطا. نايف ترى اذا كان نايف اذا كان شيء ثاني، لان في تجرؤ كثير صاير على نواف. هذا سؤال منطقي. في نواف في تجرؤ على نواف بشكل مبالغ. والله اقسم بالله انا اكثر شخص احبه في المنتجع والعيال. اي شوف يا، احنا نعيدك دايم، احبك ابوسك في اللفه واضربك في الزفه. هذا مو ضرب، هذا لطم. طيب ما شفت يوم جاي غرقني في المسبح بغيت اموت؟ وينكم؟ تستاهل، انك تستاهل، انت تستاهل. شايلها بخاطر تعطيه على وجهه والله لو اني اغرك لاذبح. والله يا سعد ترى عذر فيني، بكوني منه جيبوا بكره بكوني منه. المقطع ما في ضحك امانه، يعني المقطع ما في ضحك. انا من المعيبات ان الواحد يمد يده على وجه رجال حتى لو مزح. حتى لو مزح ما توصل هذا. وانا كنت اتمنى ان اولى بحميه نواف العتيبي. نايف
سم اولى بحميه ناوئه في العتيبي. تبي تطلع؟ لا لا اطلع وين؟ يكلمك الاستاذ سعيد. سم يا سعيد. الاولى بحميه نواف العتيبي من سعود الجوزة نايف الحزيمي، ولكن يم يقول جاء كسرها من جبرها، هو اللي مديدها عليه وضربه، لكن ضربه وقام ينادي يا سعود، المفروض انه ينادي يا نايف. للجد واحد والاسم واحد والراس واحد، انت الموضوع. انا احتميه، وسعود مثل ما يغليه انا اغليه، وكلنا نغلي بعضنا وكلنا اخوان. الله 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 منك وغلاك تغليه وتغلى كف. لا انا فعلا انا ارى ان التعدي على نواف من الشباب اصبح مبالغ فيه. عندي الرجال خلاص يا لا عندي وش يا والله نايف. عندي هو شوف نايف كلمة عندي هذه هي انتقاص من زميلك. الرجل ترى دون نفسه، ما يحتاج حمية أحد ولا يحتاج دفاع أحد، والرجل دون نفسه يا نايف. احنا نتكلم من في تجاوزات على أشخاص. لا نواف والله العظيم أقسم بالله أرجل مني وأطيب مني. نايف عشان نكون في الصورة، مسألة عندي نواف ليس جدار قصير لأحد، عشان نكون في الصورة ونتفق أن الرجل إن شاء الله دون نفسه، لكن هناك تجرع على أشخاص أنكم تعرفون أنهم حبيبين شوي لطيفين بردة الفعل، لكن لو كان هذا لشخص آخر بتكون هناك ردة فعل. أنا أقول لك أني على خطأ مثلا، لو كان عذرني، لو كان المزح هذا مع حمادة أو مع سلطان أو بهاج أو أحمد رحيم ما وجدنا هذا اللطب. فعلا خلينا نتكلم منطقيا، نحن نناقش الفكرة لا نناقش الأشخاص، أنتم جميعا جميلين ومميزين ما عندي خلاف معكم، أنا أناقش الفكرة، لكن نجد دائما منكم التعدي الجسدي على نواف من ثامر من نايف. لا انا مخطئ والله، تعابير الوجه تعابير وجه ما توحي لنا مسك. إيه والله اني مخطئ يا عيال، لا تقول لي مسك. ونواف خابر ما يحتاج ابرر لك يا سعيد. يا قلبي يا حبيبي يا نايف، المساله ما يهمني واستاذي فادي معيال، هل الحين الله يسعدك ناقش الفكره. المساله ان التعدي هذا الايذاء الجسدي اصبح شيء سيء، سواء حتى خلني اكون منصف، حتى مزح نواف معك في المسبح سيء. هذا 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 ارشيف لكم سابق، ارجع لو طالع شوف لو المقطع يعرضونه تشوف تعابير وجهك. يا اخوان طيب الحين تسمحوا لي اقول كلمه؟ سم. لو اقول لكم احنا انتجازه من دوكم ترضون ولا بتزعلون علي؟ لا يا تدري هذه غلطكم دائما يا نايف. ليه؟ قول لي ليش؟ والله انا اقول صلي على النبي يا نايف، خلينا تكون منطقيين نوعا ما. انتم الحين انتم لنتم مصلحين. طيب ما ادري انتم تصلحون بس يا حبيبي. لا نايف بس فهد اسمع نايف، احنا نفوكس على الفضل. بتعلموني على خطا انا درني غلطه. دقيقه نايف لا مو مصلحين ولا ما مصلحين، ان شاء الله بنصلح لا صار مشكله، وانت تعرف اصلحنا في المشاكل الكبيره. لكن مساله انه يصير خطا ولا نناقش لا بنناقش ونسالك عنه. حقك والله. اعترافك بالخطا لا يمنع ان نتكلم عن هذا خطا حتى لا يتكرر يا نايف. حقك والله. مساله ان نقول هذا خطا ولطم الوجه ونفصل فيه ونتكلم عن جميع الامور الخاصه بهذا الموقف بالذات، هذا موقف بنفوكس عليه بقوه. صدق لان هذا نايف امر تجاوز الحد، تجاوز المألوف، تجاوز الحدود. اما بالنسبه لعاده عادتكم هذه يا نايف، عشان الفكره لك وللمتسابقين ولزملائي وللطاقم كامل اللي يظهر على الشاشه، نحن اذا خرجنا على الشاشه خرجنا من خصوصيتنا الى خصوصيه الشاشه والى خصوصيه المجتمع. صح. الخطا الذي تعمله لا يعني هو لا يمثلك لوحدك، معذره هو يمثل كيان قناه الواقع، ويمثل الدوله، ويمثل القبيله، ويمثل الوطن، ويمثل الجميع. لذلك اذا كان الخطا صدر منك فهو ليس عليك وحده، هو علينا جميعا. ونحن في فقره فوكس يحق لنا مناقشه كل خطا نقطه خطأ. وسنناقش كل خطا. نايف كلمه اخيره وسؤال اخير. هلا يا ابو الكتاب اللي عندك كتبت فيه قصيده غدوه؟ الكتاب اللي هنا ايه لا هذاك في دفتر. وين قصيدة غدوة؟ ما كتبت قصيدة غدوة الا لا. ليش؟ تكبر من ايام سعود الجوزة، من ايام يحيى الوهيبي، لها 3 أسابيع ما ادري لها سنة. هي موكلة لي. وكلت من؟ وكلت مشعل عنزي. ليش ما تستطيع الكتابة؟ وكلت وش وكلت؟ لماذا هل نايف العنزي لا يستطيع ان يكتب نايف الزيمي؟ معليش لان قال مشعل. فانا عندي احيانا كذا في تشابك. لا قول له والله احيانا تسمع اشياء غريبه هنا. انا عندي عمل وقف انا والله. لا شوف ما احب نفسي اخوياي لازم يشاركوني صح ولا لا؟ انت اللي توزع المهام عليهم. ما وزع المهام لا بالله. سم. انا جتني المهام مثلا منك يا سعود بيني وبين اخوياي احنا كلنا نكمل بعض. طيب عبد الله الجميري وثق فيك يا نايف وقال اكتب لي قصيده. ها عبد الله الجميري وثق فيك قال اكتب قصيده على الهواء. حلو. وينها؟ تجيها قصيده. متى؟ تجيه ان شاء الله اليومين هذه. انتم خلوني اسجل عمل الوقف ترى ما سجلناه يا اخوان. طيب القصيده خلصتها حقت الوقف؟ ايه خالصه. وحقت غدوه؟ لا. متى اعطيتها حسين؟ حسين؟ او مشعل؟ ما اعطيتها. متى اعطيتها مشعل؟ كيف اعطيت؟ ما اعطيت الشيء، قصيده يكتبها. يكتبها. انا ما هو بنا اللي يعطي.
طيب شكرا أنا يا متسابق مثل مثل مر صحيح. لحظه لحظه شكرا يا بس بلقش على نقطه قالها نايف. نايف شكرا لك الله يعطيك العافيه. كنت بسمع منك والله ابيات بس ان الوقت داهمنا. فهد سؤال اخير قال او قبل شوي انا اعطيتها مشعل وانا اوزع المهام واعطي زملائي خلاص شباب شكرا يا نايف. والان يقول انا ما اعطيت احد ليه اعطيه؟